لا يقتصر تأثير الحروب على ما نراه بأعيننا، فحتى الأجنة في بطون أمهاتهم يعانون قبل أن يبصروا النور. تتسبب الحروب بأمرين الأجنة سيئي الحظ، وأحلاهما مر، إما الموت أو الإصابة بعاهات وتشوهات. الضرر الذي يلحق بالأجنة ليس بسبب الأسلحة فقط، فالأمر يشمل نقص العلاجات وانتشار الأمراض وعدم وجود رعاية صحية ملائمة للحوامل، وتشمل عيوب الولادة العديد من التشوهات والأمراض، منها أولاً تشوهات الأطراف كالتصاقها أو عدم وجودها، ثانياً تشوهات القلب مثل مشاكل الصمامات، ثالثاً تشوهات الأنبوب العصبي مثل فتحة العمود الفقري، رابعاً العمى، خامساً الصمم. كما يؤدي نقص الرعاية الصحية أثناء الحروب إلى زيادة احتمالات إصابة الحامل بالعدوى، ويفاقم ذلك عدم توفر العلاج. هذا ما يجري للأجنة وأمهاتهم. أما الأطفال فهم الأكثر تضرراً في الحروب، حيث مات ما لا يقل عن نصف مليون طفل بين أعوام 2013 و2017 حول العالم نتيجة الحروب، وفق منظمة إنقاذ الطفولة